طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال، نوال ليشا وشادي عقاد. عناوين النشرة: أفق مسدود سياسيا واقتصاديا، شماس: الطبقة السياسية خذلتنا. تبخر النمو، التراجع الاقتصادي، البطالة المستشرية ممكن وقد توصلنا إلى اهتزاز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. الحاج لصوت لبنان: الدولار سعران وتشدد المصارف ظرفي. طالما الوضع السياسي بالبلد على ما هو عليه لا تغيير في هذه الإجراءات، وإنما يمكن يصير في تشدد أكثر. جبق حول القطاع الصحي: هذا القطاع مهدد بشكل جدي، نحن متجهين نحو مكان لا يحمد عقباه. ونقابة الممرضين مع كسر حاجز الخوف: سنضطر في الأيام المقبلة إلى بدء سلسلة تحركات احتجاجية تصعيدية، مروراً بالإضراب التحذيري وصولاً إلى الإضراب المفتوح. تشييع حسين شلهوب في طير فلسي، والمجلس الشرعي الأعلى يؤكد ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وتشكيل حكومة إنقاذية. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. لبنان ينتفض. ماذا بعد؟ سؤال يطرح أينما كان، في الشوارع، في البيوت، وعلى الموائد السياسية، ولكن لا أحد يملك الجواب. الشارع مفتوح على كل الاحتمالات، فيما السلطة غائبة عن هموم الشعب ومطالبه، والغموض يكتنف موعد انطلاق الاستشارات النيابية، والضبابية تخيم على الأجواء، وإن سرت معلومات عن أن التكليف بات قريبا، في حين أفادت تسريبات بأن الحريري استوعب حجم الكارثة الاقتصادية وقرر ملاقات فريق العهد وحلفائه إلى منتصف الطريق والسير بحكومة أكثريتها تكنوقراط وأقليتها سياسية، على أن يتمثل العهد بوزير سياسي واحد ليس جبران باسيل، ويترك لأمل وحزب الله حق اختيار من يمثلهما. وسط هذه الأجواء، قرار بالتوقف عن العمل لثلاثة أيام اتخذته الهيئات الاقتصادية بهدف خلق جو عام ضاغط لتشكيل حكومة، في حين رأى اتحاد موظفي المصارف على لسان رئيسه وعبر صوت لبنان أن الإجراءات المصرفية هي ظرفية والاتجاه إلى مزيد من التشدد. اجتماع موسع وطارئ لمكونات المجتمع التجاري، تابعت وقائعه رنا ريشة. بعدما صبرت الهيئات الاقتصادية وبسبب الوضع اللي بيسود الوجه بحسب قوله، أعلن رئيس جمعية تجار بيروت أولى شماس أن الهيئات الاقتصادية قررت أن تتوقف عن العمل لفترة ثلاثة أيام بهدف خلق جو عام ضاغط لتشكيل حكومة ترضي المجتمع المدني، مجتمع الأعمال والمجتمع الدولي. الهيئات الاقتصادية صبرت كتير. نحن اليوم صرنا من اليوم 41 للثورة أو الانتفاضة، وقلنا تقريبا شهر بلا حكومة، بس يعني مثل ما قلنا وصلت الأمور عند حدها. الهيئات الاقتصادية شو عندها؟ عندها ضغط معنوي، فإذا قررت الهيئات الاقتصادية مش بس مجتمعة إنما بالإجماع إن توقف عن العمل لفترة 3 أيام، يعني الخميس والجمعة والسبت. واعتبر شماس أن ما نعيشه اليوم يشبه حقبة الكساد العظيم في العام 1920، محملاً الطبقة السياسية المسؤولية الكبيرة في أزمة السيولة. تبخر النمو، التراجع الاقتصادي، البطالة المستشرية، اختفاء السيولة، الدولار ما بقى موجود، كل هيدي لا سمح الله ممكن وقد توصلنا
خلينا نقول إلى اهتزاز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. مشان هيك نحن بنجي بنسأل يا عمي وين الطبقة السياسية؟ الحل هو مش بالكلام النقدي والحلول المجنونة اللي عم تندرس، لأنه اليوم عم يندرس بالسر وبالعلن عن خيارات بغاية الخطورة. أول واحد هو تقييد التحويلات إلى الخارج، يعني الكابيتال كنترول. كابيتال كنترول اليوم هو صار واقع بالفعل، ولكن إذا صار قانون أنا بفهم أنه يمكن عنده بعض الحسنات مش أنت يعني خفف هالنزاعات القضائية، إنما من ميلة تانية هيدا بده يجعل أنه قطاعات تجارية بأمها وأبوها ما بقى عندها إمكانية تستورد. ولفت شماس إلى أن من أبرز المخاطر التي أثرت على الاقتصاد النزوح السوري، إضافة إلى خطر الفساد والتهريب وسوء إدارة الملف الاقتصادي، واعتبر أن اقتطاع نسبة مئوية من الودائع مصيبة، وهو يشبه الخوة التي كانت تفرضها الميليشيات على الحواجز، وهذا لا يليق بصورة لبنان. وختم شماس أن كرة النار أصبحت في ملعب التجار وبعض شركات القطاع الخاص، وهذا أمر لا يحتمل، لذلك آن الأوان لتتحمل الدولة المسؤولية ولتلقف المسؤولين صرخات اللبنانيين بعد أن خذلوهم. من غرفة التجارة والصناعة في بيروت، رنا ريش عيد، صوت لبنان. رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج رأى عبر صوت لبنان أن الإجراءات المصرفية ظرفية. الإجراءات المالية بعدها على حالها، هي استثنائية وظرفية. طالما الوضع السياسي بالبلد على ما هو عليه لا تغيير في هذه الإجراءات، وإنما يمكن يصير في تشدد أكثر. في سوقين للقطع، في سوق رسمي بيتحكم فيه مصرف لبنان، وفي سوق جانبي فرضته الظروف الاستثنائية اللي هو سوق الصرافين. سوق الصرافين نعم بارح كان بالألفين ليرة، ولكن السوق الرسمي بعدنا عم نشتغل بين 1507 و1525. مصرف لبنان عم بيبيع على 1514 دولارات. وزير المال علي حسن خليل أكد البدء بتحويل معاشات الموظفين لهذا الشهر وفق المواعيد، وقال إن مصالح الناس ومعيشتهم ومشاكل المصارف وارتفاع الأسعار وفوضى السوق تتطلب تدابير عاجلة واجتماعات لجان حكومية للمتابعة، مؤكدا أن تصريف الأعمال لا يعفي الرئيس والوزراء من المسؤولية. وزير الصحة جميل جبق لفت إلى أن هناك نقصا كبيرا بالمعدات والمستلزمات الطبية، وقال إن المصرف المركزي تعهد بتأمين هذه المستلزمات بسعر الصرف الموجود في لبنان، لكن المعادلة اختلفت فالتزم المصرف بتأمين الدواء ولم يلتزم بالمعدات الطبية. نحن وضعنا بلبنان ما بيحمل أنه نتحمل هالفرق المادي الموجود بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة اللي عم نعيش فيها. من هون عم بطلق صاخة قول أنه هيدا القطاع مهدد بشكل جدي، وبتمنى على كل المعنيين بهذا الموضوع وخاصة حاكم مصرف لبنان أن يطلق سراح هالأموال اللي موجودة أو لازم يحولوها شركات مستوردي المعدات الطبية لا تقدر تتحول من البنوكي، وإلا نحن متجهين نحو مكان لا أحمد عقباه. نحن المبلغ اللي مطلوب للمعدات الطبية بحدود 250 مليون دولار، مش أكثر من هيك. هال 250 مليون دولار هيستهلكون على مدى 12 شهر، المفترض أنه يأمنهم بسعر رسمي، يعني مش هتتجاوز لسه أكثر من 15 مليون دولار بالشهر. نقابة الممرضات والممرضين تدق ناقوس الخطر وتعلن التوجه إلى الإضراب المفتوح، والتفاصيل مع تريز الخوري. صرخة وجع وألم مدوية من إحدى الممرضات للمطالبة بحقوقها وحقوق زملائها. اليوم نحن موجودين، في ناس منا عم يقبضوا معاشتهم، ناس لا. اليوم بس تكون التحركات التصعيدية لازم نضلنا متحدين، لأنه قوتنا باتحادنا. المهم ما يقصمونا، والمهم ما نفكر بس بحالنا، نفكر كمجموعة، لأنه هيك بنحصل على مطالبنا. الممرضات والممرضون بلسموا آلام المرضى، وكان نصيبهم من إدارة بعض المستشفيات إما الصرف التعسفي أو نصف معاش، وذلك بحجة الأزمة الاقتصادية الخانقة. ماذا قالت النقيبة ميرنا عبد الله التي رفعت الصوت عاليا؟ المطلوب اتخاذ إجراءات فورية وطارئة وفعالة لمعالجة الخلل الحاصل والمحافظة على حقوق ورواتب الممرضات والممرضين، وإن سنضطر في الأيام المقبلة إلى بدء سلسلة تحركات احتجاجية تصعيدية
مروراً بالإضراب التحذيري وصولاً إلى الإضراب المفتوح وفق الشروط المحددة في مجلس التمريض الدولي. الممرضات والممرضون حملوا لافتات وشعارات تطالب بالحقوق، ومن أبرز هذه الشعارات: من حقنا المطالبة بالحقوق وإلا فالإضراب المفتوح. تراز الخوري، صوت لبنان. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وفي تغريدة عبر تويتر قال: مهما حاولوا لن يأخذوا الناس إلى ملعبهم، سينتصر لبنان السلام على لبنان الحرب لأنها إرادة الأحرار، ومشوار اللبنانيين ببناء دولة حرة ديمقراطية وحضارية لن يتوقف ولن ينجروا إلى منطق قرروا أن يدفنوه. لليوم 41 على انطلاق الثورة تستمر التحركات في المناطق، في وقت شيع الطير في السي الشهيد حسين شلهوب الذي سقط في حادث الجي بالأمس. رئيف الملاح: وسط أجواء من الحزن شيع الظهر اليوم بلدة طير في السي قضاء صور في مأتم مهيب الشهيد حسين شلهوب الذي قضى بحادث سير مروع وقع قبل يومين على أوتوستراد الجي مفرق برجة خلال قطع الطرقات مع شقيقة زوجته الشهيدة سناء الجندي. وقد جرت مراسم التشييع بمشاركة ممثل لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي خرايز والنائب حسن عز الدين ممثلا قيادة حزب الله وحشد كبير من فعاليات وأهالي المنطقة ورجال دين. وقد لف نعش الشهيد بالعلم اللبناني، حيث أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الصلاة على جثمان الشهيد حسين ووري الجثمان الثرى في جبانة البلدة. وقد طالب أهالي البلدة القضاء الإسراع في التحقيق في هذه القضية. نتمنى على حكمائنا وزعمائنا يتلطفوا فينا ويحملوا وجعنا، ونحن منكلف دولة الرئيس نبيه بري هو يحكي بلساننا وباسمنا بقصة حسين شلهوب شهيد الوطن. ويسود الهدوء مدينة صور بعد التوتر الذي شهدته المدينة ليلا بعد أن قام شبان حزبيين على تكسير وإحراق بعض الخيم في ساحة العلم في صور ورفعوا صور لقادة حزبيين وأعلام حزبية. وقام المتظاهرون اليوم بإعادة نصب الخيم في وسط الساحة موجهين التحية للجيش اللبناني الذي قام بواجبه لحمايتهم. المتظاهرون وصفوا ما جرى بالأمس بأنه نتيجة إفلاس هذه السلطة، لافتين إلى أن هناك أناس يتظاهرون فلميا من أجل بناء لبنان وآخرين يحاولون التخريب ويسعون إلى إشعال الفتنة. بلشوا أول شيء بمسيرات خفيفة، رجعوا نظموا حالهم، صارت المسيرات تقريبا واصلة لآخر الشارع. ضلينا صامدين، أول شيء خفنا على الشباب كمان يضلوا لحالهم، اضطرينا نبقى بالخيمة هون. بلشوا علينا أول شيء طبعا كل واحد يظهر من خيمة فوق النيمة. آخر شيء اكتشفنا أنه الأنان اللي عم تنزل على الخيمة مليانة بنزين، لحتى نزلت على رأس الجيش لشمال عرفنا أنه بنزين، قلنا له ما حدا يدخن ما حدا يولع دخان أحسن ما نحترق كلنا سوا. واكتشفنا بعد شوي أنه فعلا رموا علينا قنين مولوتوف ليولع هالبنزين فينا. طبعا بإرادة الجيش هربنا من أول خيمة لتاني خيمة بس لنحمي حالنا ويحمينا الجيش. والله يحمي الجيش، هذا نظام أفل على حاله وعم ياخد طاره من الناس المنتفضة بالشارع. أما مدينة صيدا فيسودها الهدوء ولم تشهد ساحة ثورة 17 تشرين عند دوار إيليا في المدينة أي اعتصامات أو إقفال للمرافق العامة أو لمحال الصيرفة. من صيدا، رئيف الملاح، صوت لبنان. وتعليقا على حادثة أوتوستراد الجي، لفت منسق اللقاء التشاوري المدني في إقليم الخروب محمد عبد الله إلى أن جهات مشبوهة تتربص بالإقليم وتستغل قطع الطرق لتصفية حسابات سياسية، وقال لصوت لبنان: نحن أولا يعني بالنسبة لموضوع الحادثة اللي حصلت نعتبر أنه أي اختراق بموضوع جر الإقليم بفتنة مع الجنوب هو مرفوض، وهي الحادثة حصلت بإطار أو بآخر اليوم شفنا في اصطدام حصل بعوائق حديدية، والكلام عن محاولات أنه استهداف السيارة أو غيرها نتمنى أنه تحقيق تكشف لحتى توضع حد لملابسات هذا الحادث، لأن نحن عم نلاحظ بالفترة الأخيرة حصول أكثر من حادث بمنطقة الإقليم من اعتداء أيضا على شباب من الإقليم في بعض الضياع، وهذه الأحداث كلها عم بتصب بإطار نوع من أحداث فتنة أو محاولة للوصول إلى فتنة بين الإقليم والجنوب. نحن عم نقول أنه خلي القوى الأمنية تأخذ مداها بالتحقيقات وتحسم هذا الموضوع، لأنه نحن نعتبر أنه أي جر لموضوع التوازهب أو الموضوع المذهبي أو الفتنة هو اللي ضرب الثورة اللبنانية المطلبية الحقيقية. إلى ساحة الشهداء مع الزميلة مجدولين عيد. في الأونة الأخيرة تنهم ساحة الشهداء على محاولة غزو وتستفيق على قصة جديدة في محاولة لتطييف الثورة وحرفها عن مسارها، وما حصل صباح اليوم خير دليل. اللي صار انه اليوم شاب كان جاي الصبح حمل معه شيء حديدي مثل سلم، هلا انا ما اخذته وعطيته، شفته قطع لابس اسود كله
بعدين شفنا انه في عالم بده يطلع لفوق، ركضت لهونيك انه شو عم تعمل، هو قالنا انه لا، وانا عم بوجه رساله ليعرفوا انه نحن معهم، انا معكم وكذا. انا قلت له انه اوكي، هن الرساله واصله من زمان، هن بيعرفوا نحن السبب. هيدا العالم الحسين نحن بنحطه انا شخصيا كبنت جنوب حطه على راسي، لانه بعرف شو يعني عاشوراء وليش كانت ثوره كربلاء. بس هون ممنوع يحطه، لانه نحن هون غير العالم اللبناني ما بينرف. كان معه شريطه صفراء وكان جاي وقاصد يربطه، وكان حدا عم بيصور معه. انا عرفت انه هني رح يقولوا انه نحن علقنا، ابدا ما تعلق، رجع نزل العلم والشخص نزل بكل رواق. الشاب جاب علم تبع الحسين بده يعمل فتنه، قالوا له الناس ما بينحط غير سيره العلم اللبناني، رجعوا نزلوه ونزلوا العلم لأنه هذا علم اللبناني، ثورة لبنانية. لليوم 41 محاولات كثيرة لم تنجح، وقبضة الثورة مرفوعة مظللة بالعلم اللبناني. مجدلي نعيد، صوت لبنان. وفي طرابلس إقفال محال الصيرفة وتجمعات أمام مصلحة المياه روع الرفاعي. لم يعد عامل الوقت ليهم كثيرا الثوار والذين يؤكدون السير قدما في انتفاضتهم التي ملأت الساحات لحين تحقيق المطالب التي نادوا بها منذ اللحظة الأولى لانتفاضتهم، والتي حققت حتى يومنا هذا الكثير من الإنجازات التي دفعت بالسلطة لإخراج مناصريها إلى هذه الساحات في محاولة لإرهاب الثوار وإخراجهم من الشارع. لكن في ساحة النور لا يزال نبض الثورة هو منذ 41 يوما، نشاطات داخل الساحة وتظاهرات خارجها وتحركات صباحا شهدتها مدينة الميناء من قبل الثوار الذين عمدوا إلى إقفال شركة كهرباء قديشة ومكتب ليمون بوست كما وبلدية الميناء وسنتراليها، وبعدها انتقلوا إلى مصلحة مياه طرابلس فسنترال التل وعدد من المدارس التي فتحت أبوابها اليوم. الثوار أيضا عملوا على إقفال محلات الصرافة في منطقة التل بعدما كانوا قد وجهوا العديد من الإنذارات لها من أجل التقيد بتسعيرة رسمية للدولار. الصيرفي علاء العجم تحدث للثوار مؤكدا على أن هناك اجتماعا للصيارفة سيعقد اليوم، وسيصدر عنهم بيانا رسميا يؤكد التزامهم بالتسعيرة الرسمية للدولار. الثوار أشاروا إلى أنهم سينتظرون القرار، والذي إن لم يصدر فإن خيما ستنصب في ساحة التل لمراقبة عمل الصيارفة. إذن المحتجون في ساحة النور يؤكدون متابعة المسيرة مهما طالت فترة زمنية ولا رجوع عنها مهما كثرت التحديات. أنا من شباب الثورة، وأنا رأيي أن هذه الثورة لازم تدلى سلمية، والشباب اللي عم ينزلوا ضدنا بغير ساحات هن إخواتنا وما لازم ينزلوا ضدنا، لازم يقفوا معنا، لأن هذه الثورة بالنهاية بدها توصلنا كنا لمحل أحسن. لبنان لازم يوصل لمحل أحسن مشان نرتقي، لأنه الغلاء على الكل والأزع على الكل والدولار عم بيلعب مع الكل، ما حدا مرتاح أحسن من حدا بهذا الوضع. فبتمنى من كل الشباب اللي عم ينزلوا مفكرين حالهم ضدنا، هن لازم يحسوا يكونوا معنا، ويريت يفكروا شوي قبل ما ينزلوا ضدنا أنه هن ليش عم بينزلوا أساسا ولمصلحة مين. طيب ويشوف... برأيك هالضغوطات القوية اللي عم تصير ممكن تطلع الثوار من الساحات؟ لا، أنا بحس بهمة الشباب ما حدا حيطلع من الساحة قبل ما يوصل لمطالبهم، لأنه الشباب واعية ومؤمنة أنه هيدي الثورة حتوصل للبنان أحلى، وما لازم يطلعوا. إذا بدون يطلعوا بيكونوا ما عملوا شيء، بيكونوا قعدوا 40 يوم على الفاضي. فهيدي الثورة وحسب ما قعدتي مع الشباب هن بالعكس عندهم إيمان، لو قد ما ندلوا هن قاعدين بالشارع ليوصلوا لمطالبهم. فترة ما بعد الظهر سيكون هناك لقاء يعقد بين الثوار ونقابة المحامين التي وعدت أمس بقرارات جديدة ستصدر من قبلها بحق القضاء الفاسد على أن تتم المتابعة فيما بينها وبين الثوار في بيروت. من طرابلس، روع رفاعي، صوت لبنان. إلى مكتب التحرير مع زميلة ألان زغيب عيسى. باسمة، صدر قبل قليل بيان عن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، أعلن فيه ما مفاده أنه لا يريد تسميته لتشكيل الحكومة، وعدد البيان الصادر عن رئيس الحكومة عددا من الممارسات التي جرت، وقال إنني متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة، وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور. وجاء في البيان الصادر عن الحريري كل أمل وثقة أنه بعد إعلان قراري هذا الصريح والقاطع أن فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها
سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته. هذا أبرز ما جاء في بيان الصادر عن الرئيس الحريري. المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يؤكد ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وتشكيل حكومة إنقاذية. المطلوب الاحتكام إلى الدستور والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، ويكون ذلك بداية وفورا بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة. يرى المجلس أن لبنان بحاجة اليوم لحكومة إنقاذية من الموثوقين النزهاء الأكفاء، حكومة تضع نصب عينيها تصويب المعادلتين الداخلية والخارجية واستعادة التوازن لدور لبنان ودولته. مصرع 13 جنديا فرنسيا في مالي بعد الفاصل. ماذا ينتظر البلاد من أزمات إذا ما تأخر تشكيل حكومة مستقلين؟ وماذا في جعبة الحراك المدني للضغط في ظل المبادرات الدولية حول لبنان؟ الجواب مع منسقة طاولة حوار المجتمع المدني الأميرة حياة إرسلان. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار 5:15. إعداد وتقديم إيلان زغيب عيسى. قتل متظاهر وجرح 21 على الأقل في مواجهات في بغداد، وأشارت الداخلية العراقية إلى اعتقال عدد من الأشخاص حاولوا إحراق متاجر وسط العاصمة. أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون مشاورات مع رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية لتقريب وجهات النظر. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لفت إلى أن عملية نبع السلام التي أطلقت في الشمال السوري ضد الإرهابيين ليست مقيدة بجدول زمني محدد. تركيا أيضا أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن بلاده لم تعطي أحدا أي وعود بشأن عدم استخدام منظومة S-400 الصاروخية الروسية. يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة رسمية للإمارات غدا. أعلنت الرئاسة الفرنسية مصرع 13 جنديا فرنسيا إثر تحطم مروحيتين عسكريتين أثناء مهمة ضد متطرفين في مالي. أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، وأكد حرص الدولة على إنجاح خططها في مجال الصحة والتزامها بتنفيذ المنظومة، بالإضافة إلى جزء آخر يقع على عاتق المواطن أن يتحمل تكلفته. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يتأثر لبنان اعتبارا من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي يؤدي إلى جو متقلب وماطر، ولا سيما في المناطق الشمالية حيث تترافق الأمطار مع برق ورعد. كان في هذه النشرة أفق مسدود سياسيا واقتصاديا، والحريري لا يريد تسميته لرئاسة الحكومة. شماس: الطبقة السياسية خذلتنا. تبخر النمو، التراجع الاقتصادي، البطالة المستشرية ممكن وقد توصلنا إلى اهتزاز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. الحاج لصوت لبنان: الدولار سعران وتشدد المصاري الظرفي. طالما الوضع السياسي بالبلد على ما هو عليه لا تغيير في هذه الإجراءات، وإنما يمكن يصير في تشدد أكثر. جبق حول القطاع الصحي: هذا القطاع مهدد بشكل جدي، نحن متجهين نحو مكان لا أحمد عقبه. ونقابة الممرضين مع كسر حاجز الخوف: سنضطر في الأيام المقبلة إلى بدء سلسلة تحركات احتجاجية تصعيدية، مروراً بالإضراب التحذيري وصولاً إلى الإضراب المفتوح. تشييح سين شلهو في طير فلسي، والمجلس الشرعي الأعلى يؤكد ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وتشكيل حكومة إنقاذية. من صوت لبنان قدمنا نشرة للأخبار.
صوتك صوت لبنان.